الحين شو بلا تليفونك؟ ها؟ شو بلا؟ ما بعرف يفتح الشبكة ما أدري شو فيها. هي إبراهيم مشترك خي خدمة وطلب العون البارح من الريال في ال في ال في الميلت ولا في وين كنت؟ لا في الأشخرية. في الأشخرية على قولته. في الأشخرة. فطلب إنه يعني يكون يساعده يقول له أبا أسوي خدمة لفلان نش هذاك الريال. وطمس تليفون إبراهيم خلا لا يشتغل في النت لا في الإمارات ولا في شبكة عمان وحين إبراهيم حايل فأبوي الله الله فينا كان حد أبوي عند بصرة الحين شو اللي تبالت إبراهيم لا خلاص أتري ربيع الحين بدقلي هو يعرف الجلكسي بس طلب أبوي ريال المساعدة من الصديق والصديق إن شاء الله بده يوصل ولا بيدك تليفون لا بيدك تليفون شو رأيك البح إبراهيم في الجو في الأشخرة والله روعة صراحة كنت تتوقع شيء؟ لا والله حسن. لو حتى حد يخبرك ما بتصدق أكيد هي والله عجبه والباح الجماعة ترى من عقب العشاء اللي تعشينا عند الجماعة اللي عازمين صورنا عندهم يوم ضرب العرسي وما ضرب العرسي سرنا الله يحفظكم عند جماعة عازمين على سهرة يا غير قال أبوي نحن سهرتنا محفوفة وخاصة فدخيل والديك يا أبو محمد نحن ما نبى تصوير في هالسهرة قلنا لهم إن شاء الله وهي والله ما لكم إلا اللي طلبتوه وما كان في تصوير ولا سووا فن وطرب وسووا رقيص وأناس وفن فن بوزلف إبراهيم سووا فن بوزلف عندهم استوى بشيء بالعظم تبارك الرحمن يعني سووا اللي ما حد سواه الكرامة والطيب والمعنى والأخلاق والطرب الأصيل والفنون كل يعشق الفن يعشقون الفنون الشعبية مالتهم بطريقة فظيعة تبارك الرحمن فلذلك يجيدها الصغير قبل العود بجميع أنواعها ترى فن فنون السلطنة تبارك الرحمن شيء لا ينعد ولا ينحصى ولا تروم حتى تطريم كثرة شيء مهول وحافظين ويتقنون الصغار قبل الكبار وهذا ما شاء الله بتوفيق مبسوط بين الجماعة ارتضوين الباح الساعة كم طلعتها هي بعد الشرطة طلعتها هي والله ونص ظاهرين شرد بعد ما طاعوا يرخصون ما طاعوا تمينا نتناسل لأنا شوي إبراهيم وعايض وحد أبوي تم هناك وحد ظهر ما شاء الله عليهم ما ونوا ولا عيزة ولا تعايزة ولا تكيسلوا ولا تهايزة وتبارك الرحمن كان حد فيه هبه ونشاط وعشق للفن والطبل والغناء والقصيد والرزحة والشوشو والشلات شوشو ما باتوا زيرت الوحدة طول الوقت طول الوقت هي والله ها واليوم بعد عزيمتنا معزومين على العشاء في إعلان بني حسن في إعلان بو حسن هناك وين بحكنا وين آخر في وين في آخر الدنيا بقعة هايش أو آخر الدنيا كم ست سيايير كم وقف البترول وحبينا وقف البترول وحبينا ما وكل فعمان وكل فعمان تبارك الرحمن يا الله يا رب انك تحفظها من دار ما شاء الله حدودها مترامية الأطراف ما ينقص أولها من آخرها وين ما تصير وادم ما تلقط يعني بقع ما شيء فيها ناس وين ما تصير وين ما تصير في تلقط بيوت وتلقط مياها وتلقط الكهرباء وتلقط الناس وتلقط العرب في كل مكان في كل مكان يعد ويذكر كل مكان بتلقط أوادم يا أبوكم الدايم شديد الدايم شديد سبحان الله والله يا أبوك ميزانية سلطنة عمان لو تضاهي ميزانية الولايات المتحدة ما راموا يسوون ربع اللي سوتن عمان لبلادها كم الأرصفة وكم الجسور وكم الأبراج وكم الوديان وكم طروا من هالليبال وكم كسروا من هال أنا أبوي أبوكم الدايم شديد لا والله لا ما الله من يلومهم
بلاد مترامية الأطراف، منو يروم يقصى يبني ويشيد، والبنية التحتية، البيوت، المواصلات، مدارس، البنيان، القرى، يعني الخدمات هاي منو يروم يسويها كلها؟ والله يبقى أقول لكم لو ميزانية نيويورك ما رامت تسوي ربع اللي مسوت لنا السلطنة. نعم الدادلهم والله أن الدايم شديد. ما أقول إلا على الله يعز إن شاء الله بلاد المسلمين، ويعز إن شاء الله بلاد كل بلاد شيخها ومسؤولها وولاة أمرها عينهم على شعبهم، عينهم على شعبهم. نعم حاطين الشعب يعني فوق روسهم، انهم يعني يحاولون يسوون اللي ما حد سواه. والله يا ابوكم لو انا غافل، وحين يوم شفت البلد هالمترامي الاطراف ين عجب العجاب، منو يروم؟ والله ابوكم ما حد يروم، ما حد يروم. وابراهيم يضرب اخماس بس داس. يا ابراهيم انتحر بليس، اذكر الله ان شاء الله الامور بتتيسر. ما لك الا طيبه الخاطر. اللي ما ذوق حزنك يا ابو. بس الله هي والله ها؟ وايد رمستري ما شاء الله عليك، درت هاي اربع مرات هي والله ما خسنا. انت ما خسنا عايض راقد؟ لا لا واقف. يلا خايته لا رب العالمين. عايض ابوي عطاء صباح الخير. عايض عايض ابوي قال لنا ابوي رب ذي شو ضارة النافعة. نافعة كيف تقول الحين انت؟ اقول يعني هي نعم. كان فضالك انت. هي والله. ما ابغى انا فاضل اصلا بس عاد انت في التليفون ما بقول اسوي شيء. ابدا انا. يلا قول طيب بسم الله يلا 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 تجي يلا. ويمعه. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. الريوق طارت عماركم جايين من بيت الشيخ ناصر بن خميس الغيلاني، عبارة عن أول شيء سدكم الحرارات. ما يباله. تحيدون هنهم بتمظهورات، وين جايات. وشو علمهن وشو خبرهن. هاي أول ما طرشت تنطال عمرها أم محمد، هي تعرف عمرها، وأظهرناها إن إحنا هن جايات هدية. من نزلنا قلنا هاي أبوي صياغة أبوي هالصور حرارات هالصور أمهات الشوت. يلا حمد ونشت عاد العرب ما شاء الله كلها طاحت بها. شو هنا هذا عبارة عن؟ هذا فول. فول فول هالنمونة. هي. ما شاء الله زين. يلا عاد بسرعة عشان ما يخطف الوقت. وهذا هذا خبز مرضف. مرضف. وهذا وهذا بيض. بيض وحشو حشو مكسرات. هي. هذا خبز رغال. خبز رغال. وهذا فاصولي. فاصولي حمرة بيكون. يا ربي مخريحته. وهذا بيض وطماط. بعد غير نمون. وهذا سندويشات مخير. وهذا كبوي حليب بارد كنا له لبن، لبن اظني او عصير برتقال. يعني بداخيل العافيه ابو ابراهيم. يا ابو ابراهيم يا ابو توفيق بداخيل العافيه. ما يخصنا فيهم عاد. لا حرام عليك. يلا ابوي ابوي ثر هاكي ثر هذاك بلاليط بلاليط بحشوت ودنيا وعلم وخبر. يا سلام على خدمه الفنانين، خدمه الناس الفنان. كم الترتيب؟ ما شيء صحن غير عن الثاني، ولا شيء حرارة غير عن ربيعته. واللي مالها قنشة يابولها قنشة وسوولها قنشة شرات الصحن الرئيسي. يعني كل شيء وخواشيج نفس الشيء. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، الفنان فنان. اللي عرف للعدال واللي عرف للترتيب والله يا أبوكم لأنه من 100 درهم يقدر يسوي اللي ما حد سواه. واللي ما يعرف لا دق 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 الله عظام عدوان الله. واللي ما يعرف للترتيب والله يا ابوكم لو عنده مليارات وتريليونات ترى ما يعرف. لكن سبحان الله الفنان فنان ما يبقى الكلام. ها صلاح. هلا حبيبي السلام عليكم. ها؟ ها؟ يقول سلم على ربيعك، سلم عليك. صلاح سلام عليك. أجوتي نزلت، وين كنت نزلت؟ وين كنت؟
يقول لك وايد تاكل تتغدى وايد انا ما اكل وايد هذا انت يوم في بانكوك تاكل وايد هي شافك حبيبي صلاح تولهت عليك مشتاق لك حبيبي اشوف متى بترجع يقول لك بيشوفك ان شاء الله بكره بكره برجع حبيبي يقول لك انا بخير الله يدوم عليك الصحه انت حمد ليش عشان اصلح تليفون ابراهيم الله يحفظك يا ابراهيم وان شاء الله يغدي تليفونك بخير وتستاول الخبر الطيب ان شاء الله لا جيني ولا تعشيني الملاقاه بالويه البشوش والويه السمح هذا اخير عن لك و600 لكن ترى حشو بطن مؤقت نص ساعة ساعة ساعتين صار مفعولة لكن الملاقاة بشاشة أخوك يوم تتلاقى وياه كان في بلاده ولا في غربة شرق ولا غرب هذا الكرم الكرم حسن اللقاء بشاشة المنظر بشاشة الوي الملتقى الطيب التحفي الكلمة الطيبة هذا الكرم ما بالكرم في الأكل والشرب اللهم لك الحمد ما حد يوعان البيوت كلها بوية درامات الكشرة مزرة درامات الكشرة مزرة لين عين من العرب يقولون نحن البقعة الفلانية أكرم عن البقعة الفلانية أو الطائفة الفلانية أطيب أكرم عن الطائفة الفلانية أو المكان الفلاني أطيب على لا كلها بوية خوصم بخوص ورقعة السم خصف خوصم بخوص ورقعة السم خصف ما حد بوية خير عن حد روس ابوي كلها واحد حينه والمياه تواردت اللهم لك الحمد يا غير حد من العرب يعرف للسنة وحد من العرب ما يعرف وحد من العرب لو تكرمه وتحشمه ولأنه ما يسوى قيد قعود ما يسوى حتى ورقة كلينكس اللي مديت له هي ما يسوى فنيال القهوة اللي صبيته له لكن سبحان الله وحد من العرب لو بتعطيه قلاص ما شكر فلذلك رب العالمين يسخر له الأرض ومن عليها أي إنسان مسلم فيه الكرم وفيه الطيب وفيه بشاشة الخاطر وبشاشة الوجه والابتسامة هذا ديننا الحنيف الدين والعادات والتقاليد كلها وحدة دول مجلس التعاون الدين الإسلامي كل يحث على الكرم يحث على الرجولة يحث على الطيب يحث على الابتسامة يحث على النظافة يحث على كل شيء طيب الناس تحبه الناس اللي ما من طينتنا يشوفون شيء عتوة شيء غريب شيء كبير أوف شو هذا اللي يستوي معقولة إيه نعم معقولة ونص اللي لو تشوفون عادات والتقاليد في البقع اللي أسير لها وقت الملشة غير وقت الزواج غير تشوفون شيء عادات تقاليد تختلف من بلد إلى آخر من قبيل إلى أخرى لكن كلهن زينات كلهن العادات والتقاليد والمذاهب وكرامهم كل واحد كل زين وبالنسبة للسهرة البارحة والله فن ما استوى شرات فن بوزلف وما أدري شو فنون جميلة لكن قال أبو محمد دخيل والديك ما نبي تصوير لا الناس اللي موجودة تسمح ولا الجماعة ما يبي تصوير قلنا لهم إن شاء الله والله يديت حجني يدي كم أقبض التليفون والله أرد أنزله أقبض التليفون وأرد أنزله بغيت أصور أي شيء ما رمت أعطنهم كلمة وكلهم عينهم على تليفوني كلهم من أشل التليفون ها الأنظار عين أبوه أنظارهم شاخصة حشي يا أبوك ما رمت والله يا أبوك شفت البحر اللي ما شفته بحياتي ما شفت هالنمون غي تحري يا أبوك مهرجان سبحان الله ما رمت ان شاء الله اليوم اروم اليوم في اعلان في اليعالين مسوين عشاء واليوم بعد شيء غدا شو بقولكم تحراني جاي لا اكنز امريكا ناس والصبح ومس اصرار الحين اللي صارت بالله عليكم من هذا كله وين نروح نتغدى وين نروح نتغدى صبر جميل بالله المستعان يا على بالي بغيت اخبركم وطرع علي على بالي من الصبح وهو طار علي اني اخبر عن المفاجآت اللي ضاري افاجئكم بها كل شهر
أنا كل شهر أخبركم عن مفاجأة من مفاجآت نون. نون مفاجآتها ما شيء أخير عنها، والوقت هذا بالذات الحين الأيام هاي جاي مفاجأة لا صارت ولا استوت. هي عرفتوا ليش نون؟ لأن نون مسوي مفاجأة على ملابس الصيف من 10 إلى 70%. ما يعني خطر عليهم يقول لكم شلوا السمان بلاش، 70% ما حد تسوى، وبالأخص على ملابس الصيف عادة تسوى التنزيلات على ينباع سلعة الشتاء في الصيف وسلعة الصيف في الشتاء، فتلقط يسوون التخفيضات إلى 70 و80 و90% الناس اللي مغير. لكن نون مسوت لك تخفيض على حاجك للوقت اللي أنت تحتاجه، ملابس الصيف من 10 إلى 70%. تطبيق أبوي موجود على تليفوناتكم كلها، وهذا بوي تطبيق نور، دقونه دقة الأولية. انزين سيد حين يظهر عندك، ها أول ما يظهر هذا تصفيات أزياء الصيف، هذا علم ما تشوفون عندك مقاسات رياضية أقل من 99 درهم، ملابس نسائية أقل من 99 درهم، ملابس رجالية أقل، سينكرز ما أدري شو، عبايات أقل من 99، شنط أقل من 249، ساعات، كل هاي أشياء صيفية، كل هاي الأشياء صيفية. ترد الحين تحت تنزل تشوف المميز منه، كل هالأشياء هذه شوف الأسعار توصل إلى 175 درهم، عباء طويل حشيم رقم واحد معدلة حاليا. بارك الله فيكم، الخصومات مالات التصفيات اليوم وبكرة، الحق ما تلحق، حل وطار تو طايح، تو حين هالأمر وبعده اليوم وبكرة، هذا يوم يقولون حل وطار تو طايح يطرون هذا الموضوع. تصفيات نون اليوم وبكرة، بادي من البارحة باجي اليوم وباكر، اللي يلحق واللي ما يلحق عاده على هواه. خصومات أبوي على أهم الماركات، نايك أديداس بوما، كل هذا الخصومات واللوادم كلها بتستفيد منها اللي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كل ما يخطر في بالكم أسعار تصفية، ومن غير عن الأسعار التصفية عندك أسعار الصيف اللي هي من 10 إلى 70%، الحق ما تلحق، حل وطار تو طاير، لا تقولون ما قلنا لكم شيء، أبوي يدق الحديد وهو حامي. الخصومات اللي أطريها لكم أنا موجود أبوي دائما، من تفتح تطبيق نون ما يحتاج تتريون المفاجآت والتخفيضات، دوم عندهم تخفيضات من غير إعلان. أتي هم أبوي شرات التصانيف، تصنيف عنتر الليل قال وبكرة شيء أبوي تخفيضات، من عنتر الرقاد يقيلون مجيل عندهم، من الشون العصر صلوا العصر أمروا تخفيضات والدنيا مطرجة. الخير وايد وفضل من الله، ويبون أناستكم ويبولكم الخيب تخيبش من دبانة وتدخل في عيني، يبون كل شيء طيب لكم، يبون كل شيء فنان لكم، كل من عندهم. تطبيقنا إماراتي سعودي، والمنتجات أصلية 100%، لا يختلف اثنان على ذلك، والبضاعة المطلوبة الأوردر اللي بتطلبونه إن كان في حال كان أكثر عن 200 درهم أو أكثر عن 200 ريال سعودي، التوصيل مجان برسم الخدمة. في حال أنك أنت طلب والطلب حتى لو كان غالي وبغيت تقصده، أنا أمسات ما أخذ حق بيتنا، والله أني أخذ فرن أظني ب7000 وكسور 7000 وشيء، وش لكم أنتم؟ أن الخيار موجود مال التقسيط، تقسيط تقدر تختار بويه الخيل اللي تباه ويقسطون لك إياه بدال القسط والقسطين حتى 3. هنا هم يقول لك أنا غنية وأحب الهدية، هذا أبوي نون، وعندهم أبوي خصم، وفوق الخصم خصم الخالدي، بنحط لكم الكود مال الخصم الخالدي، واللي يبقى فوق 70% بعد شيء خصم خاص حق كود الخالدي على هواك مرة، ما شيء قصير، اللي تبونه زاهبين في الشوفة، وهي والله وإن شاء الله، واللي يقول نعم ما يدقونه. هلا ليش نون؟ نونها في أي وقت ومن كل مكان، متوفر على iOS وأندرويد وسهل الاستخدام. كيف تتسوق على نون؟
انتقل إلى متجر التطبيقات وابحث عن نود، وبعدها ثبت التطبيق مجانا. افتح التطبيق، تصفح الفئات المختلفة عن طريق الشريط الموجود على اليمين، أو اكتب في شريط البحث أعلى الشاشة، اضغط على صورة المنتج لمشاهدة التفاصيل والوصف والمنتجات. اختر المنتج اللي تبغيه، حدد الكمية، واضغط على إضافة إلى عربة التسوق. اضغط على عربة التسوق للمراجعة، ثم اتابع الدفع الآن. اضغط العنوان بالتفصيل، اختر إذا بتدفع كاش أو بالبطاقة، وبنرسل لك كود سري من 4 أرقام، واضغط على إرسال كود. ممتاز، والحين بتوصلك رسالة SMS بريد إلكتروني في حالة طلبك، وشكرا لك. ما يبالك الحين كي 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 تحق سير صلاة الجمعة كي 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 ليش يعني؟ ما أدري ليش صار موقف وضحكني. ضحك الحين خلت سير تتمسح مرة ثانية. ليش ما يخصه؟ تميت تضحك بالقو؟ لا سبحان لا. الله بعد شو اسمه ولا شيات؟ لا لا ما في شيء، اللهم لك الحمد. زين يعني شدوا عاد انت. وين الحين صار اي مسيد الحين؟ اي مسيد؟ مسيد عثمان بن عفان. ايه؟ الساحل. الساحل. ايوه صور. صور الساحل. أيوة. زين. يارك الله يارك الله يا ابو مبارك. يارك الله. هذا مسيد عفان عثمان بن عفان. أوقف خاري ما شيء موقف أبوي ما شيء يعني أبوه يعني متأخرين. خلينا فيها مسجد سيدنا عثمان بن عفان، ما شاء الله مسجد في قمة الدقة والفينشنج اللي فيه جميل، مسجد من المساجد العظيم اللي يعني من أرق من الأحسن اللي شفته في حياتي، من بيوت الله كلها زينات، يغير شيء من المساجد من تشوفه تدخل فيه فراش مختلف، كل شيء فيه غير عن أي مسجد تشوفه. تميز المسجدها ما شاء الله باستيعاب عدد كبير من المصلين. جميل المسجد، دقيق في كل تفاصيله، جميل 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 لدرجة الإبداع تبارك الرحمن. مسجد عثمان بن عفان، وانشأ على نفقة الشيخ سهيل بهوان، جزاه الله خير الجزاء. فالشيخ سهيل بهوان في رحلة علاجية، نطلب من الله سبحانه وتعالى ومنكم أنكم تدعون له بالشفاء العاجل، وأن الله يعافيه ويعفو عنه ويعفو عن كل مسلم. صبر، نحن في وين الحين؟ هني في البيت، بيت الأخت عند الوالدة، بيت الوالدة، بيت والدك أنت. نعم. ونحن جايين أبوي بخصوصي، بنسلم على والدة حمد أبو يمعة، وبنسلم بنصور ويا الشباب الحلوين وهل بنيات العرايس الله يحفظهن. أيوة تعال عدالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف حالك؟ بخير. شو هالكندورة الزينة؟ شو هالشي الزين؟ منو خاد منها لك هاي؟ أمك. روح خادتنا بديها؟ الله لا عصمتي أمناها ولا عدمناها، لبركة الشيخة بنت الشيخ. رد السلام على أمك سلام كثير، وقولها يشكرون عليك أبوي أبو ظبي على هالخدمة الفنانة، والله يطرح فيك لبركة ويبلغنا فيك معرس أنت وإخوانك. وهالفنانة منو صدياي؟ سلام عليكم بعد بعورة. بسم الله. تعال تعال ياي، شوف هلا صبعك هالمة القادي. زي صبر أول شيء قول تشيز. تشيز الله. بعد مرة قول تشيز. ما شاء الله تبارك الرحمن تختبن. شو اسمك؟ وانت؟ مبارك والله والنعم. وهالبنيات الحلوات انت منو؟ محفوظة. محفوظة. انت مايا؟ الجود. الجود تبارك الرحمن. وانت؟ آلاء. آلاء؟ آلاء؟ ما شاء الله ما شاء الله. منو ابوكم؟ نيمة. ابوك اسمي يمعة. وانت؟ ابوك خالد. وانت؟ بدر. وانتي؟ خالد. خالد. وانتي؟ بدر. ما شاء الله ما شاء الله، يا الله يحفظك. ها اقول لك هذا الرجال من اخوي. اخوك؟ اخوك؟ ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمه؟ صالح. صالح ما شاء الله. تعرف هذا منو؟ لا. هذا اسمه عايض. عايض البريكي من الخابورة، من صحة من زين. ها 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 ما اللي بق في وجهي. انزين هذا منو تعرفه؟ لا. هذا ما تعرفه؟ عندكم وايد هالنمونه. لا. ابراهيم توفيق هالفنان الغاوي ما تعرفه؟ لا. هذا فنان
سبيشل ابو خليل هذا كيف يعني ما تعرفه؟ يلا كنت وياه بصور كنت وياه قبض على الولد ما شاء الله شو اسمه؟ شو اسمه؟ ناصر يشابهك ولا؟ لا يشابهك ولا عنده خبر؟ بسم الله عليه الرحمن الرحيم بسم الله عليه بسم الله عليه بسم الله عليه هلا 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 حيلي مازين مازين يا ابوكم البيت اليوم فيه حال لي حال هم صراية البيت هم البركة وبالأخص عاد نية في البيت وحدة مبروكة مثل أم حمد يعني الله يحفظها ويطول عمرها ويبارك فيها ما بره منصورها ولا ودي أصورها أرويكم الزي الصوري وأرويكم الحشمة والوقار والدين ويهيبوك تحرون بجلي بجلي تبارك الرحمن لابس شيلة ومتلح وبيها نوري عشي يعني الله يحفظها ويطول بعمرها آمين. حمد السلام عليكم حمد اسمك ها؟ حمد كيف حالك؟ الحمد لله ساكن بوين؟ بالشهامة ما شاء الله أبو ظبي هناك وياي تكشتون وياي يزورون ما شاء الله ها أقول لك حمد هذا منو هالرجال؟ أبوي والله والنعم شو اسم أبوك؟ خميس منو؟ خميس الجنابي والله مليون والنعم ما شاء الله ما شاء خميس أبوي أقول لك أبوك الجنة يقولون أقدم بيوت صور كم عمرها؟ بيوت صور توصل عمارها من 150 سنة إلى 150-180 سنة موجود لين اليوم وما هو اللي بالسكان نعم والبنيان من طين وحجر حجر حجر يبل سبحان الله احنا ها بيت البيت اللي ماخذين انا باخذنا من عند الحامي عند يدي حياة يدي نعم يعني يوصل عمره ل 140 سنة تبارك الرحمن نعم. ما شاء الله اذا ما كان اكثر الله يحفظك ان شاء الله ويخليك نعم. ويطول خالد الله يطول عمره نعم عنده استراحه في راس الحجر الحمد لله يروح نعمه نعم نعم اعرفه عنده استراحه موجوده اي نعم بين فتره ايوه هني الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله وعمرك ان شاء الله مشكوري وانت سلام حبيبي يا رب تفضل قدام بيتهم عليها رضوان من الله ابدا على البحر حليل هم ما خيرها لكن ما طاع يخليني اصورها قال بياكلوننا العرب عرب ياكلون منقود عيب قلنا ان شاء الله ما طاب شو اسوي الا والله يا ابوكم يعني تفتخر انك تشوف حد بهالسن بهالحشمه بهالوقار يا الله يا رب انك تحفظها وتطول بعمرها وتمد بجلها يا رب العالمين عيض نعم بلاك انت ابو مبارك نحن وين غدانا حينه غدانا بيت الشيخ ناصر بن الخميس الغيلاني اللي نحن ياسين في مزرعته اي نعم وريوقنا اليوم وين كان جاي؟ من بيتهم من نفس البيت واليوم وين حينا؟ ايه هذا حين فريجهم نحن وصلنا ايوه هذا البيت حينا وين واقف؟ ورا بعد اقولكم بيتكم ناصر القيلاني عمره 80 سنة لكن ما شاء الله عليه مرممين معدلينه لين اليوم لين بكرة ما شاء الله قاعد فنان تبارك الرحمن ماكلين كرامتنا عندكم ناصر جايين الغداء والعشاء والريوق وياسين في بيت في مزرعتهم لكن اصروا الا يغدونا في البيت وحلفنا عليهم ملك 600 يمين يا ما يسوون لنا اللحم ليش ابراهيم هذا وانا قايل لك ودر المسج ما شيء كيف ننزل وانت مشغول قلت لكم فوق ال 80 سنه بيتحول هو الشيخ ناصر بيتحول من البيت لكن أما حالف ملك 600 يمين قالت مدامي أنا حي ما بظهر لا من هالفريج ولا من هالبيت ورمموه لها وخلوها فيه وهو يارس ويمه وهذا الميلس اللي قلت لكم هم سوونا ميلس هذا طول طول وعرض عرض على البحر مرة والبادي هذا المواقف مالات الميالس الرئيسية زين على البحر مرة وهذه الصور وهذا أخوها وهذا يوم الثاني من رجب 31 هجري الموافق 15 يونيو 2010 وقف عن روح الشيخ خميس بن سليم بن خميس الغيلاني رحمة الله عليه أبو الرجال هذا وين صار هذا هو أبو الشيخ ناصر وهذا الميلس على ما تشوفون من طبايح الله يحفظكم يسوون ميالس اللي عنده خير سوى مسيد سوى ميلس سوى مكان دراسة للدين وهم هذين مسوين مشاريع وايدة من ضمنها المشروع هذا هذا مسوين الميلس ملكة عرس اختان
يعني بحزن فرح كل شيء يسوى فيه. مرة طلع البحر وهاي باركناته وهاي غرفة الطعام مالته. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا غرفة الطعام الخاصة في المكان هذا اللي هو الميلس الوقف. هني عندهم من كثرة الميالس البيوت كلها فيها ميالس، لا يا غير هذه يسوونها ميالس في حب الله. جزاهم الله خير والله يدفع الشر والبلاء عنهم يرفع ويغفر لميتهم. الكل تعال العداري. ها بنات تنبوا يايات بالزي الصوري الله يحفظهم ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالي انت يا الفنانه قبل شو اسمك؟ جنان. ما شاء الله عليك يا جنان الله يحفظك. كم عمر جنان؟ 11. واي صف؟ 5. تبارك الرحمن. وانت؟ ايه المسواج شو اسمك؟ لازم تقول شو اسمك بعضك. ها والنعم دي. وانت تعالي 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 شو اسمك انت؟ والله مليون والنعم بالريم شيخة الحريم تبارك الرحمن تبارك الرحمن. وانت تعالي تعالي شو اسمك انت؟ سعادة. ها سعادة. ما شاء الله على سعادة تجنب. تعالي دي يحافظ على الفنانة حافظ على الثوب الصوري. ريمان كيف حالك امي؟ زينه. كيف انت؟ زينه. انت فوق على الزينه ما بالله زينه. ها حاب تقولي ما يوم بيت لا تقولي انا زينه قولي فوق عن الزينه. زين الله يحفظكم. انت سالناها صغيرونه قلتي شو اسمك؟ قلتي لي سعاده. وانت؟ وانت وانت دالغ. يلا الله يحفظكم ان شاء الله يبارك فيكم. تمشي قدامي تاخذ شي الدور عشان اشوف اللبس مالها كيف. يلا وقفي شي. ها سيري لهناك وتعالي. هي هي شويونه مثل الرزياء ما شاء الله تبارك الرحمن. الله 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 عزي. وانتي ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك. انتي ما شاء الله على العروس حافظ على الزين حافظ على الزين. وليش بسرعه؟ اي ليت يوم يابت يابت 70 وحده شراتك. وانت المسواك يلا هب العكر ذراع واحد طوله هذا بس هذا ابوي ما ظني يطول. الله يحفظهم ان شاء الله ويبلغك فيهم ان شاء الله مع عرسان وعرايس يا رب يحفظهم. انزين شو اسمي انا؟ خالد. اشكر فنك. وانت؟ خالد. خالد يعني. وانت شو اسمك؟ خالد. ثالم. وهاي الهدية قد ما تنهى هالبنيات الفنانات. لا خلينا منكن يا البنيات يا الشاطرات يلي ما حد شراتكن. شكرا جزيلا هدية مقبولة. شكرا 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 مايا شكرا بارك الله فيكم. ها إبراهيم الحق علي. يا الله إبراهيم لين ينش. نقالي لهم نحن ترى ما نبى لحم. زين هذا شو؟ فتة. شو فتة؟ فتة يعني سمو فريد. فريد فريد فريد. وهذا بغيل. بغيل اللي هو القشيد صيد بقري. هي اسمه قال الله عيش ابيض مالح. هذا الكوفر. كوفر عليه صلصه تشاينيز. هي. وهذا عوال. عوال. وهذا مقلي. مقلي. هذا قبولي. ما قبولي هذا شو؟ مكبوس سمك. هي. وهذا نفسه كوفر. وهذا نفس الشيء. شكرا جزيلا الحمد لله. ما شيء لحم. ما شيء لحم. فكاك يا راك فكاك يا راك. عادة يوم أشوف شيء غريب أخبركم عنه. خيرات الله كلها موجودة عندنا وعندهم عند الناس كل حالنا من حالهم في الأكل البحري. يا غير يفرق عندهم هذا اللي حم بأربيكم صورته. هذا شيء غير. هذا يفرق. هذا الله يحفظكم عبارة عن شو؟ سمكة التونة واللي هو اليدر والقباب. شي يسوون فيه عادة نحن يا حزاز كبار وشويناه ولا سمكة كاملة ودليناها في الفرن ولا إنه دخلناها
في الفرن وحشيناها يعني ولا تنور. ما يؤكل من القبابة شيء بسيط، لكن هالصور عندهم بصرة القبابة يسوونها سلايت. شفتوا البتات مالات الباب؟ بتت الباب على رفعها، شفتوا المسطرة يسوونها على الطويل ويقطعونهن زين ما زين وينظفونهن يملحونهن وخلاف يغسلونهن ويبزرونهن ويجلونهن يغدي مقلحات. فيستوي، شفتوا الفيش فنجر اللي بيعونه ويعيب الفروخ هالنمونة ولذيذ ما شجرتها. والله يا ابوكم ينه يطول العمر، فاللي بيحيد عمره وقت اليدر وقت القباب يبع عياله ياكلون سمك يسوي بهالطريقة، ولا لا يسوي تسدح لهم قبابة قبل لادمي لو بياكلون فقارة بياكلون قلم من ذل تباهم ياكلون ها سبح على الكبير مبزر معدة. والله يقولون بيا حبيب النبي بيعيبهم كل يوم بيقول لكم سوونا. يا رك الله يا ابراهيم غديت هذا الكرسمي مالك وين كلت منه؟ في العافية في العافية. خدوم العوال والقشيد والمالح والفريد والسمك مشوي كله والفوقة سمك من غير كله خدوم غير. أنا باري أخبركم يوم أشوف شيء أنا أشوفه عن نفسي يوزري، فأنا عادة أشي يوزري. مبارك وين بنصير حينة؟ بنصير طال عمرك المزرعة بنقيل. نعم. رقدنا لنا ساعة خلاص بنصير على طريق راس الحد. اها جد البنادر هذا ساحل بحري. نعم. كم طوله؟ والله عاد ما اعرف كم طوله يعني كذا كيلو متر. هي تمر على الدفه وما دفه هي هالمناطق كلها خطفنا عليها البارحه يا غير ظلمي فما رمنا نصور. فان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بنخطف اليوم في النهار. شفتوا جو صلاله والبحر ايش قايل؟ هالنمونه خريف ورداد شيء يجنن. ولكن ما رمنا نصور من البارحه شيء. شو السبب؟ ان ظلمي يوصلنا عقب المغرب فما استفدنا من التصوير هاك الساحل. فان شاء الله اليوم اذا الله جعلنا من الحيين من نظهر ونتعدى راس الحد بنبتدي التصوير. الحين عاده وقت قيلوله وسامحونا. بدت رحلتنا الحين الى وين؟ هذا طريق العيجه. ودرنا العيجه والحين سارين جدا طريق اللي يودي راس الحد. مفرق يسار يودي راس الحد ويمين يوديك البنادر اللي الباحة خطفنا عليه وكان مظلم ظلام كان في الليل ما استفدنا منه. فاليوم جايبنكم مرة ثانية ضروري بس لجل اني ارويكم المكان هذا ان شاء الله. هذا الحين يسمونه المفترق. هذا قدامكم منتجع شاطي السلاحف 65 كيلو حق اصيلة يمين، راس الحد يسار 4 كيلو وهناك راس الحد بعد ما تشوف منك راس الحد. هذا طريق ابوي راس الحد وهذا طريق اللي يودي البنادر اللي خبرناكم عنه. البحر احنا جايين هذا الطريق في الليل لكن كان ظلمي هل بس ما تشوف صبعك. وهذا الطريق اللي نحن تونا جايين منه اللي هو منصور. هذه حينه اسماء البنادر هاي كلها على اليسار. اصيله، السويح، البندر الجديد، الحده، الرويس، الخبه، الدفه، راس الجنز. راس الجنز هي اللي فيها محميه سلاحف والدفة هي اللي البارحيينة وتقهوينا فيها عند الجماعة لكن كان ظلام. ولا عمنا نصور لكم أدنات الدون. هذا الطريق هو اللي يوديك ليل لشخرة هذا بعد من غير ويرفع بك فوق عالي يوديك لشخرة ويوديك يعلان بني حمد يعلان بني حسن يوديك بني علي ويوديك الكامل ويوديك الوافي ويردبك على صور بعد من فوق. هذا الطريق اللي انتم تشوفونه هذا يوديك لين مصيره وتركب بالفرض الطول الحوامه حب الحوامه يسمونها هي العباره انزين ويوديك بعدين بالعباره 45 دقيقه لين توصل مصيره هاي اللي نحن مايناها. ما الله كتب نصيب لك ان شاء الله ليايات اكثر عن الرايحات ان شاء الله. كما تشوفون هذه قرى متناثره متراميه الاطراف بلاد طول طول عرضها كل بلاد فيها جماعه كل مكان في ناس وكل هالمناطق مأهولة بالسكان. هاي المنطقة الساحلية اللي بتشوفونها على اليسار هذه كلها مشتة وقت الشتاء العرب تجلس فيها ومن يجي البراد
ظهروا عنها، صاروا يقيضون. وين يقيضون؟ يقيضون ابوي سناو، يقيضون اعلام بني حسن، اعلام بني علي، يقيضون الكامل والوافي، كلهم ابوي يبون الماء ويبون الهنبة واللومي، ويودرون ابوي ياسة البندر اللي هي الساحل، هذه كلها بنادر وقت الشتاء، وقت الشتاء يجلسون في هالمكان، وقت القيض ردوا ابوي مثل ما قلت لكم يقيضون. شرات هالبو ظبي هالامارات في الشتاء سارة وابوي تموا في البحر، وفي وقت القيض يسيرون العين يحضرون حضار، يحضرون يصير اللي يصير ليوه واللي يصير العين، كل بلاد نخيل بلاد نياها 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 والدنيا مطر. ابراهيم هاك الرقاد، الله اكبر. كنت راقد لو اشوف كنت راقد. المهم ما علينا، فالسلك والعادات والتقاليد وحدة، البلاد الساحلية كلها واحد، كان في الإمارات ولا عمان ولا أي مكان كان، كل بلاد ولها طريقة في العيشة، حد بلادهم يعيشون بالساحل، وقت القيض ساروا أبوي للرطب واللومي، كان في عمان ولا في الإمارات ولا في أي بلاد عنده مكان فيه مصيف. نحن وين أبوي؟ في نص الشارع. ها هذا الرجال راعي بصيره، هذا الرجال الله يطول عمره، كيف حالك؟ كيف انت؟ ان شاء الله تيكم عيوننا مصيره، طول عمرك يا متعمي عشانك، يعلنا مال خلوق ضروري مصيره ضروري، عيوننا 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 تيكم. ها وهذا الرجال بعد من هالمصيره لازم تزورني، لازم تزورني عيوننا خاصين من مصير علشان انك تروح معنا تزورنا. لا اليوم لا، لا اليوم لا، ابراهيم ما بطايع هذا. هذا اساس البلا من كربلاء. ابراهيم عندي انا ما برخصه. الله يحفظكم يا جماعه الخير، نحن ترى واقفين نص الرسته. هاي شوفوا هذا ابوي بيتهم، ها هذا بيتهم، وهذا البيت اللي الباحث تفاولنا فيه، هذا اللي بحت عشينا عندهم، وهذا راعي العزيم الباحث، هذا ابوهم، هذا هذا الرجال ابو هذا الولد. ها هذا الحين هو دليلنا، هي ما شاء الله. وهذا اوه سعد، وهذاك سعد، هذاك ولد اللي مغير، وهذاك بيت بيت العائله، وهذاك بيت بيت العزايم، حد يهم ريايل لو شياته ودوه هناك، وهذا بيت عائلتهم. وهذا مصيره لا خليت منكم، مرحبا ابوي، هاي هذا مصيره هلال العريمي اخوك، نعم نعزمك عزيمه خاصه في جزيره مصيره، تجيكم عيوننا محمد متابعينك ومتابعين صلاح. حبك ربك لا خليت منكم، الله يطول بعماركم، مشكورين 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 يا حمود. ومصيره بارده مثل هذا الجو، الله مرحبا، مو شغل على ريالي خير واستحوا مني يا اخي، ليش هاي هاي خيله من يكبروا من يكبروا، ها بس من يكبرون خيله والله يحفظهم تبارك الرحمن، يعني الله يبارك فيهم تربيتهم، لا والله والنعم تبارك الرحمن فيهم فمهم. شلون مستحيل هاك عط عط النظهره ما يبي يتصور، قرب الله تعدوه. موضوع العنوه هاي ايش لاجله؟ لاجل تصحيح المعلومه ان سناو هي الـ الحارة 50 50 ومصير 20 18 هيوا في الصيف. انزين عاد انا مبوني ناوي اقول نحن بنسير سناو وبنسير مصيره وخلاص بنرد الاشخره البارده. واستوت بالجلبي، لا بس بالعكس استوت العكس، على العموم ان شاء الله بتكون الزيارات الثانيه ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بكم، رد السلام على الصغار قبل الكبار في دعة الرحمن. شلينا ابوي ولدهم هذا، هذا ولدهم الحين شلينا ابويا غانم. وينو؟ وين غانم؟ لا غانم لا غانم قدام غانم بس بسيارها؟ والله عفان الله. نحن الله يحفظكم في منطقة البنادر تابعة لولاية يعلان بني بو علي، هذا المنطقة البنادر تمتد من الأشخرة ساحل هنمون كامل، يغني يا ليل هنمون على ما تشوفون بحر، يغني يا ليل والجو ياخذ العقل، هذا الامتداد من الأشخرة لين لين راس الحد، مكان يغني يا ليل يسوى نوم العين، ما على ما ما يبارك كلام. وياي ابوي عايض البريكي وياي هالرجال الله يبارك فيه، حتى نسيت اسمك غانم، هذا هالرجال الفنان وتوفيق.
مكان يسوى نوم العين ويستاهل العنوة وما ببعيد وايد من صور روحه داخل يمكن أظني كم كيلو؟ 60 كيلو من صور روحه مكان فرق السماء على الأرض الجو ياخذ العقل قمة في الروعة مكان كله مقاهي وفنادق واستراحات كل شيء موجود أبوي شرط 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 كله أبوي شريط ساحلي كلها بيوت وطول الطريق ترى شيء استراحات أتي توجه في سيارك شيء وشيء مظلة وخزانات ماء وتقيل وتبات على هواك يعني قبل أي كهربة وهاي الحين وانت تمشي ينقرة ومدن وسوبر ماركتات ومطاعم وانت ساير ما أدري كم 200 كيلو 150 كيلو لين مصيرة هذا خط كامل يخطف مليون قرية وقرية ما برومة شيء طبيعي ما بوبل أني أصور الدنيا هاي كلها هنا ما أروم أسكنت نحنية نمنة ها هذا المنتزه اسمه منتزه الرويس هذا تي وتدخل ما لبلاش سوت لنا الحكومة شيء استراحات ها على مد النظر على مد النظر أتي وتيلس اللي بيجيب عياله واللي بيجيب بربعه وصدقانه مسيده موجود وناس يلعبون كورة موجود وين إبراهيم شيء شيء مكان مخصص للأطفال والنساء فقط بعد انت قريت مكتوب فقط وفي دورات المياه وفي كل متطلبات الحياة طبيعي منتزه طبيعي هذا بارك الله فيكم منتزه الرويس قائم بجهود أهالي المنطقة ندعوكم لزيارته مكان خاص طرف للعوائل والأطفال تقريبا كم يبعد من صور نحن؟ يبعد محفور يا طويل عمر 70 كيلو 70 كيلو حاليا من صور نحن ساعة الربع ساعة قاصر الربع قاصر زايد شوية ما تشوفون اسبل واستراحات ومضال ها شوف على ما طول الدرب ما ادري كم كيلو 200 مليون كيلو ما ادري كم و25 درجة الحرارة هذا اولا راس الحد منطقة راس الحد اول مكان تشرق فيه الشمس في الوطن العربي مكان شروق الشمس وصلاة الفجر اول مكان يصلى فيه الفجر هو راس الحد اللي امس نحقنا فيه عشان الله يحفظكم اليوم في جعلان بني بو علي ان شاء الله اذا الله راد ومسوي لنا هناك غي مسوي بو زلف مسوي ما ادري شو بنوقف بنصلي المغرب والعشاء وبنجلس ويا الربع يعني ويا صدقان انا وعايض وسعادة الغالي ابراهيم بن توفيق بو خليل الله يبارك فيك مرحبا بالنسبه للي يتشرفون اني ما صورت البارحة بو زلف بوي ما رو ما صور العرب غصب زور ما طاعوا لكن اليوم بعد مسوي لنا ابو زلف وان شاء الله اني بارو ما صور ان شاء الله اليوم نحن حين في اعلان ابو علي بني ابو علي قالين اليوم الحين بعد ساعه بنصير للعشاء من عقب العشاء قالين بيسوون غي وان شاء الله يكون في تصوير انا في خاطري اصور انا ما عنيت من دار اللي ندير لاجل التصوير واللي تخبرون عن الفنادق في الأشخرة وفي رأس الحد فنادق وايدة وشقاق المفروشة وايدة واستراحات وايدة غير أنا ما أعرف أنا أبوي هاي يدخلون الإنترنت وتسوي سيرج تكتب رأس الحد وتكتب مصير وتكتب وتكتب كل شيء واضح لكن أني أنا أعرف أنا خطفت على وايدة شقاق مفروش الأجار وفلل المفروش الأجار بجميع المستويات فأنا ما أعرف لا أعرفهن ولا أعرف من ممالات مكتوب عليهم استراحة يومية ما أدري كيف مخيمات وايد هالأشياء لكن اللي بيسأل يسأل حد من هالدار هالدار أو يدخلون في الإنترنت والله ما أعرف يعني كذب خيبة ولا أروم أني أقول أفتي في شيء أنا ما عندي يقين من العلوم اللي تخصه منصور بن ناصر السعدي شيخ من شيوخ السواعد ونحن أبوي عندهم في بلادهم في إعلان شو اسمها بلادكم يا الله يحفظك يبارك فيك زين يبارك فيك هالرجال منو سعد والنعم وهذا الرجال عبد العزيز بن منصور السعد والنعم وهذا عبد الله بن سالم السعد والنعمين وهذا غانم بن عبد الله السعد مليون نعم منصور بن خميس السعد نعم محمد بن منصور السعد والنعم
كابتن سعيد السعد. انزيل وهذاك هيثم بن سعود العلوي. والله مليون نعم. ولي عداله عمر العريمي هراعي البيربل. انزيل هالفنان محمد مشايخي. يا سلام سلم. طبعا سند حربي. والنعم نعم فيه. وهذا عاير. والنعم ناصر الغيلاني. والنعم الشيخ. وهالجماعه ابوي كلهم شكرا على حسن الاستضافه. والله يحفظكم ويبارك فيكم ويطول بعمركم. يحفظكم يوم معزومين على عشاء بيت هالرجال. زين وحين من طبايعهم ومن عادات تقاليدهم ان اول ما تي حتى لو عشاء ولا غداء لازم الفواله. فحين هاي فوالتهم وزاهبه بيت فاولون جماعه وخلاص بنصور بنرمس وياكم. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. وراه هو وعياله هلا بارك فيهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله يا سورة تبارك الرحمن. هذا منو هذا معرس؟ هذا هالمعرس. ما شاء الله ما شاء الله يحفظ طريقه تمسيده. من يخلصون ابوي من اللي يخلصون الفوايل حطوا ابوي سيد غشاهم غشاهم او غداهم اللي يبون. شو ما شاء الله فريد عرسي ذبيح مقيم وهاي فريد مقيم وهاي حمسة عرسي وذبيح وعرسي وفريد وشي يعرف وشي ما يعرف. قلنا لكم متعبلين ومتكسرين ومتيبرين. نحن هذه اللي خلينا نحن ما نبقى نكلف على العرب ما باليد حيلة. هذه حيلة يسمونها مترشة. الترشة هاي لزوم الشو العرسي. ما تستوي العرسي اللي حطوا شرات الودام عليها هاي. بالرغم انها هذه كلها عبارة عن ميطني وميطخ. هاي اللي يسمونها رزنة. يوم يقولون العرسي رزنة هذا. يلا تفضلوا جماعة. هاي اسمها تجلية. هاي كل يعني العادات تقاليد عندهم. هاي التجلية. وهاي بعد الترشة. يعني شو بقول لك. الامور طيبة. يلا تفضلوا. ايش الرزنة؟ الرزنة المكنة في اللحم. لا غيرها. ها. العرف عندهم في اليعاليد العرسي لازم يودنوه مثل ما تشوفون هذا سلككم. كل البلاد لها سلكة. وهاي يحطوا لها الكرشة. الكرشة مطواي ابوي بالمصران. وهاي روحها هاي روحها من غير هالنمونة. وهاي طريقة أكلها العرسية عندهم يعني ها على ما تشوفونها. هذا سلك أكل العرسي في علاه. هذا اللي تشوفون ها الرجال ها هذا ابوي هو الشيف ابو محمد اسمه ابو ناصر. هذا ابوي الرجال. هذا ابو هو خادم هالدنيا كلها. وكل شيء يختلف عن الثاني. كل طبخه من الطبخات بهارها يختلف عن الثاني. وهذا القبولي مالهم. العيش جاي نثري كله خوب كله زين وكله فنان. خدمة بدو خدمة بدو هنا حافظ عليها. العرب ابوي كلها طاحت في الشحوم وفي الحوم. وانا ابوي عزمت اغني يا ليل اللي على الكرشة اللي على الكرشة. تحيد المرضام اللي كان هني وينو قلت بيا حبيب النبي كل واحد بلقمه اخير عسلت انا الله تقابل رجي مرد لحدين على رجي. ما تاكل غداك اول شيء شوفوا اول بادي لفاله. عقب لفاله يجدمون الوادم عشان الغداء والعشاء. وعقب الغداء والعشاء لابد من هذا الشيء اللي تشوفونه. هذا اللي ابويه وصى عليه الدكتور. هذا اللي تشوفونه هذا لا ولا عذر منه. هذا اللي تشوفونه هذا هو الضروري. انت هذا ما اكلت من هذا لا لو الكرد وين ما جيت. هذا اهم شيء. عقب لك هوا يابونا هذا تخبرهم شو تروحت ولا نريح زعتر. قال لي لا هذا ما بزعتر. الشيخ منصور ها يعده. هذا يعده ويا زعتر. هذا ابوي من عقب ابوي لك هوا يعطونك يعده ويا زعتر. شاء طال عمرك يا الله يحافظك يا شيخ. سامحونا كلفنا عليكم. جزاكم الله خير مشكورين. لا خلينا منك ان شاء الله باكر غدانا في ابو ظبي. نعم في دار ظبي. نعم فالله الشر والبلاء عنكم. الله يرفع من شانكم ويعلم قدركم. نتريى ان شاء الله تشريفكم في بلادكم الثانيه ان شاء الله. عليكم السلام.
ما تشياهم بلما هم شغلوا في ديو الله ما هاي وليدك شو اسمه؟ عبد العزيز والله والنعم. ما شاء الله على عبد العزيز. وهذا الحين هذاك هذا عبد العزيز هذا محمد هذا الله يحفظهم ما شاء الله عليهم. محمد بن يمعة الغيلاني السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ حالك الله يحفظك. الله يحييك شيخ خالد. الله يسلمك. يعني خبر انك كنت في امريكا. نعم. تبارك الرحمن. هناك اي ولايه؟ والله كنت في ولايه تكساس. في هيوستن. في مدينه هيوستن. نعم. والتقينا بالشيخ حصه الخالدي. الله يسلمك. والتقيت عند معالي الشيخ احمد بن خليفه السويدي. نعم نعم. وطمنك عن اخبارها طيبه وبيض الله وجهك ووجهها. أكرمتني وأكرمت الشيخ أحمد. نعم. فذاك المكان يعني. هذا أبوها وهذا راس كوب وعزيز عند العرب كلها. وزوجها محمد روشي يمكن تعرف. نعم نعم نعم. عشان نعم. تعرف الرجل. الله يسلمك. بارك. نعم. يلا غايته غايته. الشيخ خالد شاكرين لك وشاكرين لقاك مع المشاهد. الله يحفظك. في بيت الشيخ منصور. جزاكم الله خير. يلا مشكورين يا جماعة وأكرمكم الله. والله يجمع ما بيننا وبينكم على على ما يحب ويرضى في الشتاء شتاء. نعم ان شاء الله. ما بتخبرني عن اسمك بس بجدي شو اسمك؟ ها من شيم؟ شيم ما شاء الله على شيم. وهذا حمد. الله بالنعم والنعم. شاء الله عليكم. يا الله يحفظ. بين يعلان وراس الحد منطقة اسمها وادي شو؟ وادي سال. وجماعة عازمين أبوي على غي مسوي جلسة غي وداعينا وياسين الحين الجماعة توم بيت يا معون. واليوم قالوا لنا إن شاء الله بيكون في تصوير جماري رقم واحد. تبارك الجو في منتهى الروعة وإن شاء الله إنه يوزلكم الغي وفنهم اللي بيسوونه. أصور لكم اللي هلا كاتب اللي الروم عليه واللي ما الروم عليه لا حول ولا قوة. أقول لكم هذا الفن يسمونه مغايض وزلف.